نعم، بصفتك من ألمع نجوم الكوميديا بمصر، عايز أسألك عن موضوع في ناس بيقولوا إنه الضحك بحد ذاته هدف. إيه رأيك بالموضوع ده؟ ولا بتعتقد إنه المفروض يبقى في أبعاد أعمق من إنه مجرد الواحد يضحك ويخرج؟ والله انا شخصيا واخد خط في حياتي، وهو الضحك مش للضحك، لا، الضحك الهادف، الضحك بهدف. ده انا جاب منك ابقى ميرلين مورنو. ليه انت عميد؟ ما انت شايف الاوام. هو في الحقيقه اوام عاوز بردعه والجام. شات اب، ده انا واخده الجايزه الاولى في جمال السيكار. يا ولية اختشي يا قرشانه. طب انت عندك كام سنه؟ عاين بنفسك. الو، تديني كم سنة؟ أديكي 15 سنة أشغال شقة. لا أبدا، أصلي كنت مشغول في الميزانية. هنا كده برضه سونا يا خاين، ما تسألش فيا. أحبك، أعبدك، أموت في هواك. وأنا شعرة، أنا واحدة متجوزة. أنا راخر بقول الأمانة دي منين؟ ومين ابن ال اوعى تشتم، ده راجل وقيمة، لو شنب يقف عليهم الصقر. احبك يا ابيض. اسمعي، ما تيجي نشوف لنا حتة ونشرب كاسين. يا راجل اعقل، ده انت متجوز ولا يهمك. الله، ايه رأيك في بار التوبابيان؟ توبابيان احبك يا ابيض. على توبابيان كان حقكم اتغديتوا معانا في النادي، يظهر يقعد معاكوا وتتفتح نفسه. انا لما اتجوز هشترط على اللي اتجوزها انها تفتح لي نفسي. تاكل كبده ولا مخ؟ مخ 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 احسن. مخ. اه اتفضل. ده كبده. ايه؟ لاقي بعضه زي بعضه. ده لا كبده ولا مخ، ده جبنه روح. يا استاذ. اي نعم. هي كلمة اساس بالسين ولا بالثه؟ هذا يتوقف على المعنى المقصود. فاذا كنت تقصد متاعا اي فراشا فهي بالساء، اما اذا كنت تقصد ارساء دعائم لشيء فهي بالسين. افادك الله.
ماشي بصوت يا مرحبا مقبول عيد احترمه ماشي بصوت زي في الموتى الحلوة نينا مش زي اهلك لما تموت بتهدقني اقطف اما اتراضى عليك شوت شوت بطل العالم في الشلوت يا مرحبا مقبول ما تفوق لنفسك يا اخي هي امل هتعرفك بعد اللي حصل ده كله دي صورة حضرتك كنت صغيرة ومين اللي وراك لجوم ده الاستاذ انا يا استاذ حلمي فهمي نظم رسمي ايوه انت قول كلام غير ده يا استاذ لحمة حلمي فهمي نظم رسمي لما ايه ما كنتش قادر تستنى على روحك خمس دقايق هتيجي قدامك اهو انت هاجي كده رايح على فين؟ رايح اقابل محمد افندي فتح الباب قبل ما يقفل. فتح الباب ده بيبيع ايه؟ ده مدرس عندنا. مدرس مش قلت قبل ما يقفل؟ قصدي قبل ما يقفل. السلام عليكم. بس يعني انت بتبص لي كده ليه؟ انا ما ببصلكش ولا حاجه. انت واقف قدامي وانا ببص قدامي البصه جت فيك. ما معلش ما حصلش اي صباط ولا حاجه الحمد لله. حقك عليا حقك عليا. انت زعلان عشان حفلة؟ بكره اعمل لك حفلة واثنين وثلاثة. هي دي بس اللي مزعلاكي؟ طبعا حضرتك جبتني هنا دلوقتي وهتخرج. لا انا النهارده مش هاد. وبكره هفسحك فسحة هايلة. هنروح نزور ابن عمي جبار وهنتغدى عندهم كمان. من قسوة القدر عليا مثلا ان هو اختار ان هو ياخد زوجتي مثلا ويترك لي مثلا 4 أطفال. طب ازاي اقاوم ده؟ انا سبقت ومخي سرح. عايز اقول ان انا ما اخترتش ان انا يعني اكون كوميديان، انما لما امتحنت في دخولي كنت بودع حياتي، سلمت روحي للسماء. ربنا يوديها بالسلامة. قلبي بياكلني عادي، دي 10 بنت بحبها. ربنا يوديكي بالسلامة بكا كدسة. اسمها ايه؟ بكا كدسة. ها؟ بكا كدسة. مصرية دي؟ لا، من زنزبار. تاكس؟ تاكس ايه؟ الله، ما تيجي موصلك على الأقل سليني في السكة. أيوة المعروف متأخر 30 ساعة الميعاد دلوقتي. العربية يعني؟ اركب بس أنا عوض لك التأخير، هوصلك في الميعاد بالظبط ويمكن بدري كمان. يلا. طب يلا شد.